وما ياكلش وما يتصرفش فيه علم السلطات المحلية باش تجي دير المسائل ديالها اللي هي قانونية. حيت يقدر مثلا هاد الدلافين يكون مريض مثلا، داك المرض اللي متفشي مع الدلافين غادي يلقاو ليه حل وغيوليو يداويو الدلافين، فأنت ساهمتي في بقاء الدلفين. فالمهم الشاهد عندنا دنفين. فين وصلنا؟ في الدنفين. ديرها تلفت عليها دابا دخلتي للحديد الرسول وداك الشيء. صافي الحديد ديال الرسول وماش وقع. فرأينا الدلفينة ابي بلادي خليل الله يرحمه، انا مرضت بلاصتي. نعم اخوان لقينا الدلفين ولا راه بغينا نعاودوا لهم بالتفاصيل المملة. ما كاين ما يدار ما كاين ما يدار. الله يرحم بها السي حسام. عندك ارجوك 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 ثم ارجوك الا تتفوه هذه الكلمه غير ليست في محلها. فكيف ما قلت لك يا فكيف ما قلت لكم الاخوان فاش تلاقينا الدلفين حنا تحمرنا، ما علمنا لا سلطات ما علمنا الجندار القايد الشيخ ما كاين والو عارفين صاحبي ما كنا فعلا، ولكن راه الجهل بالقانون يمنع عليه الحبس. لا يعذر احدين بجهل القانون. ها الدري هذا راه قانوني بعدا، الناس اللي داك الشيء راه قانوني هذا. فكنستعن به في حال هذه المواقف مزيان الواحد يكتسب اصدقاء مختلفين، مثلا بحال هذا مختص في القانون، السي حسام مختص في الايكونومي، انا الشريعه. فكنتجمعوا مثلا الا غنديروا شي بروجي مثلا غادي نقز معاذ. لا غصبر غصبر وغادي نشرح لهم هذا الناس الدلفين. مثلا غادي نقز حسام غيقول لك اودي بغي طحت عليه واحد الفكره اللي هي اننا غنديروا بيسري مثلا ديال انا مولانا يا راه لي غادي نقز انا غنقول ليه لا حرام غنقز انا اش نقول لك غتقول يعاقب القانون بالضريبه للجمارك. فالشاهد عندنا الاخوان كيف ما قلت لكم تلاقينا داك الدلفين، جاو الناس ديال البلاصه حيت حنا اول واحد شافوه جابوا الموس قطعنا معدين وحق ربي انا اللي قشعت والله الا انا اللي قشعتو بالله والله سيدي ما انت اللي قشعتي وحق لا اله الا الله الخوت الا انا اللي قشعتو اذا داغي نماغ قدامي وانا نماغ كيما كاين مال امك بالك بالك اخويا او لا غنسلمك الله الله وسعك الى يوم الدين يا ولد الكلاب. المهم الاخوان فكيف ما قلت لكم لقينا داك الدلفين درنا ليه العمليه ديال الاستنشاق فاستنشقنا الريحه ديالو ما فيه لا ريحه الجيف لا الخوت. باش ناكد لكم واحد القضيه الدلفين طاح مقسم مقاد وراه قلناها ليهم صاحبي شفنا تما يعني داك الصياد اللي لقاه حيد منه ديك البارتي اللي زوينه فيه لا باغ ميغوا خلى لينا حنا الديشي لا اش من ديشي لا هو خلى لينا السطيك الكوتليت. فالخوت كيف ما كتشوفوا احنا بان لينا داك الخير قدام البحر قلنا واه اللحم حمراء الاخوان اللحم الخوت عرفتي كي داير اوف اش من المعزي كبداو الطحال ولا غزال اصاحبي الغزال كيبان لينا اللحم مشتت كيبان لينا ومع ذلك احنا داك النهار فلول ترددنا ولكن غريزه البقى. ولكن بلاتي علاش احنا زعمنا على داك الدنفيل؟ اول حاجه داك النهار كان هو اخر نهار لينا يعني الفلوس تقضاو يعني في التخيام راكم عارفين الا كاع جاب الله كنتي باغي تمشي للبنكه باش تشري الفلوس راه ما كاينينش لي بنك ما كاينينش هنايا فتقضاو لينا الفلوس يعني الفلوس ديال الكوتيزاسيون ديال الغداء والفطور يعني والعشاء يعني ما كاينينش يعني هادي نتحولوا غنوليو دي شاغونياغ دي شاغونياغ كيف ما قال لينا سافو دير كوا لي شاغونياغ سافو دير كوا سافو دير كوا لي شاغونياغ دي شاغونياغ غير نيس ثاني هما الحيوانات المقتاته بحال الضباع داك النسر اللي صلع لا صاحبي الشاغونياغ قالت الحيوانات المقتاته الضباع تي قال اي بحال الضباع فهمتي كمل اخويا من اجل البقاء كمل دابا واش تخلي بنا نكملوا ولا غادي نكملوا الله يسهل عليك لا واش تكمل انا غادي نشد هذا اللايف انا ما خلي اضبط الريدو قطعتوني اخويا لا والله حتى تكمل والله الناس بغاو يعرفوا اش طرا صاحبي. المهم كيف ما قلت لكم الاخوان طاحت ديك الجثه تجمعات فكيف ما قلت لكم الخوت تجمعات الشقله غالي بودر واحد جاب الموس قطعنا ديك الدلفين الله يسمح لينا خدينا لاباغ ديالنا دينا فكيف ما قلت لكم الخوت خدينا لاباغ ديالنا للدار غسلناها شويناها من بعد ما شويناها بغينا نعرفوا المذاق ديالها ولكن قول لهم يقطعوا لنا اللايف اصاحبي كيسوني اصاحبي سي با غاف فازي كومونس غادي يدير المذاق ديالها ودا حماد المرض ودا حماد التوصيل. المهم المذاق ديالها اخوان واحد المذاق والله الا واعر فغيمون كمل واعر بزاف الخوت نو كمل بالفرنسي فريمون سيتان جولي با فاسيل جولي ياك هي جولي جولي جولي
المهم الاخوان كلينا ضحكنا درنا ستوري درنا ستوريات جيبوا لي مشوي اش وقع من بعد جيبوا ديك ستوري راه دارت البوز لحوها سميتو لحوها لي باج جاب الله لي باج اللي لحوها عرفت لي كونتاكت ديالهم الو خويا السلام عليكم سوبريمي المسائل راه غدير لنا المشاكل ف اللعيبه سوبريماو الاخوان الشاهد عندنا كيف ما قلت لكم الاخوان بدا خلي سير كمل 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 درنا المشوي درنا الملوي درنا الهروي قصينا وعاود قصينا جات الوقيته ديال الباش غيطيح الباش غنعسو انا سبحان الله العظيم كان عندي واحد الاحساس اللي في شكل يعني شوف سبحان الله العظيم كلينا داك التلفيل واخا كان عندي شي احساس و دخلت نعس انت راه غير كتاكل انت حيوان شره لا ياكل بالعقل وانما ياكل بالغريزه البطني فكما قال المتنبي اذا مت اذا مت فازرعوا فوق قبري نخله لعل عروقها تسقيني المهم هذا غير في اطار بين قوسين او بين معقوفتين كيف ما كيقول لنا الاستاذ العربيه الدقلمون تحيه ليه من هذا المنبر اذا كان كيتفرج فكيف ما الله يا ودي الدقلمون راه دوزت معاه الحياه صاحبي الشاهد عندنا الاخوان صافي هو هذا الشاهد عندنا الاخوان هو اننا فاش كلينا طاح الباش نعسنا ضربتني الفيقه الخوت مع 8 بيل شكون اللي فيقنا هذا لا حتى واحد ما كان فيق انا بوحدي ضربتني الفيقه مع راسي جبت الدويره غسلت سناني جاني شويه عاوتاني النعاس وانا رجع النعاس ما فايتاش ربع ساعه الخوت بالضبط اذا بالباب يدرق واي طرقان يا اخوان اي طرقان مثل هذه لا يا اخي ليس مثل هذه مثل هذه انها ديال البوليس فعرفت انني قد قشبلت اطو والله لا هادشي راه وقع شوف الخوت دابا حنا علاش عاودنا لكم ان لله والدحمه كيصوني عليا فعلاش الخوت عاودنا لكم بهذه الطريقه هذه باش ما تملوش وباش تضحكوا وتعرفوا شنو طرا وتستافدوا من فسمحوا لينا الخوت كيتقطع اللايف مره فكيف ما قلت لكم علاش تضرب 10000 يلا الخوت 10000 فكيف ما قلت لكم الاخوان علاش درنا هذه القضيه هذه يعني درنا هذا اللايف هذا باش علاش باش تستافدوا نتوما الى جاب لاط ما تزربوش ما تزربوش